متابعينا الكرام، عشاق الأصالة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تتواصل انطلاقات أشواطنا في صباح هذا اليوم في سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع لأبناء القبائل. ينطلق أحد أشواطنا وهو سادس أشواط صباح هذا اليوم، خاص بالإبكار لإذاع المهجنات في الخمسة كيلو مترات، تمهيد المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في تحفة الميادين في ميدان المرموم. مباشرة نذهب إلى المراكز الأولى، مباشرة نبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة في هذا المنطلق الكبير. نهرين يا نهرين، نهرين على رأس حربة هذا الشوط. تتصدر الإبكار الإذاع وتقودهن محمد بن مسلم بطرشوم العامري، يقود نهرين على رأس حربة هذا الشوط. المركز الثاني نواصي، تاتي في المركز الثاني محمد بن الصير بن محمد المنصوري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتقدم في المركز الثالث وتاتينا في ثالث المراكز اللي هي تنتزع المركز الثالث حمد بن هلال بالزفنة العفاري على المركز الثالث. أما المركز الرابع فتواجد من مياسة على المركز الرابع، تتقدم في هذه اللحظات مياسة وسعيد بن راشد الاكتبي الذي تنطلق في هذه اللحظات. يا سلام، سعيد بن راشد بن غدي الاكتبي تتقدم في هذه اللحظات على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تدخلت في هذه اللحظات درعة تأتي في المركز الخامس. يأتي مشاهدين الأعزاء سعيد بن محمد بن سعيد بن منانة يقدم درعة في هذا المنطلق، بينما المركز السادس تتقدم من الجانب الثاني اللي هي ظن وحمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري. المركز السابع، سابع المراكز تقدمت فيه وصلت فيه الظبي لبخيت بن علي بن خصواني المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن، ثامن المراكز تتواجد فيه متعب محمد بن أحمد بن هويمل العامري يتقدم في هذه اللحظات. المركز التاسع، تاسع المراكز هذه هملولة لعبد الله بن علي بن سعيد الكتبي. والمركز العاشر، عاشر المراكز تقدمت فيه مشاهدي الأعزاء اللي هي قطن مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وهو سادس أشواط صباح هذا اليوم، بالأثارة وبالحماس بالانطلاق الجميل كالعادة لميدان المرموم لتحفة الميادين للميدان الذكي الذي يحمل كل هذه الأسماء، يحمل كل النوعية الجميلة، ملتقى أبناء الخليج محبين الأصالة محبي هذه الانطلاقات يلتقون في ميدان المرموم وتمهيدي المرموم الرائع في بداية الموسم عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى. وهذه من تتصدر المجموعة نهرين من البداية وهي تقود الأبكار المهجنات الأصايل في شوطنا السادس وتتقدمهن بجدارة. نهرين، يأتي محمد بن سلم بالطرشوم العامري الذي يقدم نهرين وينطلق مع المركز الأول، وليس نهر واحد فنهرين في يوفا بالناموس وبالأصالة. المركز الثاني نواصي، في المركز الثاني نواصي ياتي محمد بن صغير بن محمد المنصوري. يا سلام، شعار الإعصار الغربي المتواجد والحاضر دائما. نقلة على المركز الثالث وهذه تتواجد الظبي بخيت بن علي بالخصواني المنصوري يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر اللي هي ظن وحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري يقدم ظن في هذه اللحظات، وشعار سفير الأصالة يتواجد كذلك. شعار بو حمدان حاضر ومتقدم لنا انتزاع حمد بن هلال بالزفنة العفاري ورقم أربعة وصلت اللي هي تفسير عبد الله بن محمد بن يمعة بن جبر يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم. الله يا الموقف، حساس للقاية. هذه قرار عامر بن محمد بن زايد المنصوري تتقدم كذلك، وتتقدم وتأتي في هذه اللحظات اللي هي عنيدة لعلي بن سالم بخلفان النيادي. يا سلام، 1200 غادرنا العنوان الرسمي، غادرنا عنواننا المتواجد اللي تنطلق فيه الأوامر والكل
الأخير الأخير في مسار هذا الشوط، ولا زالت نهرين، ولا زالت نهرين من البداية وهي مسيطرة. محمد بن مسلم بطرشوم العامري يقدم نهرين، يقدم نهرين، زادت سرعتها، زادت سرعتها. المركز الثاني، المركز الثاني اللي فيه نواصي، نواصي، نواصي محمد بن صغير بن محمد المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث تقدمت، وصلت هملولة لعبد الله بن علي بن سعيد، أو عبد الله بن علي بن سعيد بالسعودي، هذا بالسعودي الاكتبي. كذلك أهالي الهيار مطالبين في السلامات. وصلت، وصلت اسم جديد، هذه ولع، ولع يا ولع، زيد بن مرزوق بن عقاب الشمري. الشمري أهالي حايل في المملكة، أهالي حايل يا شمري. أوه يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام. راح هناك راعي حايل، راح وأهالي حايل في صباحي هذا اليوم يطالبون بالسلام، يتابعون. ولع، 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 زيد بن مرزوق الشمري يقدم ولع. المركز الثاني لعلي بالسعودي الاكتبي. على المركز الثاني اللي هي، اللي هي هملولة، هملولة عبد الله بن علي بالسعودي الاكتبي على المركز الثاني. ولكن خلاص، 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 اللي هي ولع يا ولع، 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 مولعة في هذا الشوط بنيرانها، بتحديها، بانطلاقتها. خلاص، سلام، سلام لأهالي أشقانا في المملكة. يا سلام، وأهالي حايل على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. وهذه ولع لزيد بن مرزوق الشمري. المركز الثاني لعبد الله بالسعودي الاكتبي، والمركز الثالث من وصلت في تبوك لصالح، لصالح، لصالح بن بنية بن صالح الذي تأتي في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت فيه مشاهدي العزاء نواصي محمد بن صغير بن محمد المنصوري. والمركز الثالث، المركز الخامس، عفوا، هناك لبن طرشوم اللي وصلت في المركز الخامس. عودة مشاهدينا الأعزاء إلى التوقيت الزمني في مسار هذا الشوط وتحدياته، وهذه اللي هي ولع، ولع زيد بن مرزوق بن عقاب الشمري الذي حظت بناموس هذا الشوط. وحدة السلامات أهالي حايل في 7 دقائق و52 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وناموس المستحق، بينما وصلت في المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة اللي هي أيضا هملولة، قطعت المسافة في 7 دقائق و53 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا مشاهدي العزاء لعبد الله بن علي بالسعودي الاكتبي على الفوز بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث من وصلت المركز الثالث، هذه على شاشة التلفزيون مشاهدينا متابعين الكرام اللي هي تبوك، تبوك صالح بن بنية بن صالح الذي وصلت في المركز الثالث في 7 دقائق و57 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز.